اهلا بيكم في اكلات ميكو. ده برنامج واقعي بيتكلم عن الاكل، وانا ما اعرفش حاجه عن الاكل، بس خدت التحدي ده عشان اتعلم عن الجنسيات المختلفه اللي عايشه في لندن، اللي بيتكلموا لغات مختلفه برضه. بس الحاجه الوحيده اللي هتجمعني ما بيني وما بينهم هي الاكل، لان الاكل ما فيهوش لغات. هم هيطبخوا وانا هاكل، انا هتعلم وانتوا هتتعلموا. اذا تريد اعطيك درجه عليها خلي لك 2/10. الله على الدرجات الحلوين. إيه إيه نعم. الله على الدرجة. أنا مش هشتغل معها الست دي. أنا مش جاي أقول لكم أنا طباخ، لأن أنتم عارفين أنا مش طباخ. أنا جاي ألهمكم تعملوا حاجة جديدة، وجاي أخش في حاجة أول مرة أشوفها. فتعالوا شوفوا إيه اللي جرى في الرحلة. أكلات ميكو ليست مجرد طعام، إنها متعة. النهارده هنتكلم عن الاكل الصيني، هنبدا بالاكلات الصينيه واللي هي تشاينيز فود. قولوا ان هنا في حوالي 80 مطعم اسيوي. بطل على فكره من اهم الاكلات الصينيه واللي احنا ما كناش نعرفه عنه. كل اللي بيفكر اي حاجه عن الصيني بيفكر ان هو نودلز ومكرونه، بس الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع ان هم بيعذبوا البط عندهم، بيعلقوا البط كده اهوت علشان البط اللي ما تسمعش الكلام يعلقوها كده اهوت. بص المنظر. كل بلد في العالم فيها تشاينا تاون، مدينه الصينيين مطرح ما بيروحوا في اي حته، يعملوا لهم مدينه صغيره يبقى فيهم اكلهم والبيزنس بتاعهم الشغل بتاعهم. هي دي تشاينا تاون زي ما انتم شايفين الديكورات، وهنا المدخل بتاع الاساسي بتاع تشاينا تاون في لندن. اللون الاحمر مهم عندهم جدا في ايه؟ في ان هو كان بيخوف وحش زمان اسمه النيان. هحكي لكم على القصه دي بعدين، بس يلا بينا نخش جوه. الوحش دوت اللي كان لعبهم بيخاف من اللون الاحمر، من المفرقعات، هي المفرقعات الصواريخ بمعنى الاصح، والفاير كراكرز. كل حاجه هنا بالصيني. الحاجه الوحيده هنا اللي في تشاينا تاون مش صيني هي انا والكرو. دي جريده صينيه بيعملوها هنا، حتى ما سابوش حتى الجورنان بيعملوه. اما رحت الصين وحبيت اتعلم ازاي اقرا، قالوا لي ده 2500 حرف، ومش كل الناس تعرف ال 2500 حرف كلهم. طب انا هتعلم. طب قلت لهم ما عندكمش حرف يساوي الاي وحرف يساوي البي عشان واحد يرتب كده ويحط جنب بعض؟ ولا اتلاقي مفيش اي حاجه. فقررت ان انا اجيب الجورنان واتفرج على الصور. في المدينه الصينيه كل الناس اللي حوالينا من الشرق الاقصى، صينيين، ماليزيا، كوريا، اليابان، وكله جاي. بس اهم حاجه ان في العالم عامه كل 5 تنفار فيهم واحد صيني. اخيرا جو ساعه خلصنا تشاينا تاون الحمد لله. صح انا ما عرفتكمش، وقابلت صاحبي هناك، صاحب الصيني كنا انا وهو شغالين مع بعض، هو اسمه هو مينج لي، بس انا بقول له يا شوندي. شوندي يعني اخويا بالصيني. شوندي شوندي سي يا ما شوندي هاها. انا وشوندي كنا شغالين مع بعض قبل كده، واما قلت له على ان انا بعمل اكل صيني كان هو فرحان جدا وكان مبسوط، وفكرني بقى خلاص بقيت الشيف العظيم اللي جاي من سور الصين العظيم، هعمل لهم اكل وكده. فقال لي تعالى اطبخ. فانا طبعا ما فيش اي حاجه طبعا عارفين، بس حبيت طبعا اعمل ان انا ايه بفهم وبتاع، وكمان قلت له 100 100 انا هاجي اطبخ لكم تشاينيز وكلام من ده. وللاسف عزم واحده صاحبتنا تانية وواحد صاحبنا وهنروح عنده البيت وهنطبخ. بس انا دلوقتي عندي مهمه مش عارف اعمل فيها ايه، ان انا اروح اول حاجه متهيألي لازم اروح السوق. شوندي وي جو تو ذا ماركت فاست يا بيكوز يو نو اي دونت اي هاف نو ايديا اباوت ذا انجريدينتس اند ستاف لايك ذس. I can show you. الحمد لله هو تمام، قال دلوقتي ان هو هيساعدني ان انا اجيب المقادير والخضروات اللي احنا محتاجينها. دلوقتي احنا في طريقنا على one of
ماركت سوق صيني من اشهر الاسواق الصينيه اللي موجوده في البلد هنا. وحنقنا هو وتابعونا. Let's go friend. We need to get the soy sauce and oyster sauce. You got soy sauce at home? I got soy sauce. Yeah, this is the one. It's oyster flavor sauce. Let me check. Yeah. So what else do we need? The seafood, we'll get it in a bit. دلوقتي احنا جبنا اول حاجة الاويستر صوص. فاضل لنا حاجات كتير. ده برودكشن فريق الاعداد بتاعنا عطانا الطبخة دي عشان اجيب المقادير بتاعتها والمحتويات عشان اطبخها لشوندي وبقية التشاينيز فاميلي. المفروض ان انا اعمل كل ده النهارده، مش عارف اعمله ازاي. اول مرة اطبخ اكل صيني وربنا يستر، وهما المفروض هيحكموا عليا، مش بالاعدام ولا حاجه، احكموا عليا ان انا الاكل كويس ولا لا. فادينا بنكمل شوبينج. كمان شندي وان بوتل از انف. ذس از ذا الو فيرا درينك. وما جربت، ملوش دعوه خالص بالصبار، مش عارف بيضحكوا عليه بالصبار. صح شوندي؟ شوندي اي حاجه. اه حلاوته في كده شوندي. يلا بقى عشان نروح نجيب الخضار. يا اختي يا نهار اسود، ده كتير قوي. وطبعا هم عايزين، قالوا نص بصلايه حمراء، ف هناخد بصلايه. مفيش اكله صينيه من غير الجنزبيل، ما ينفعش تعمل اكله صينيه من غير جنزبيل. انا تقالي انت لو حطيته لوحده في حله كده الناس هيعرفوا ان هو اكل صيني. فريش كايلان بروكلي من اهم العناصر. Of course, pak choy. Pak choy. لازم pak choy. احنا على الكمية اللي احنا عاملها ده المفروض هيبقى كفاية. العدس الأخضر عامل أساسي وعنصر أساسي في الأكل الصيني، ما بيطبخوش من غيره. So now our shopping is. خلاص. This is very bad. No more spices. I see this everywhere. You think we're gonna find it this day because it's a bit too long now, isn't it? Excuse me. Hi there. I've been going around for a long time. I can't find the noodles. Thank you. Oh, but Shundi, I'm doing a stir fry for my friends today, and I am, because there is a lot of noodles here, I don't know which one to choose. Okay, thank you. Egg noodles. ده دي شكلها طازه اكتر، حتى باينه ان هي لسه يعني ما معموله، مكتوبه اهو فريش. اوكي ماشي. Amazing. ده عيش الغراب طازه، احسن ولا محتاجين نحطه في ميه ولا محتاجين نحطه في حاجه. كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نقطعه بس. بين سبراوت. اه ده فول، طلع فول في الاخر وانا مش عارف، يقول لي بين سبراوت بس هو مكتوب عليه بينز يعني فول، فهنحطه كده ما يبقاش ناقص لي غير السي فود. شيشيني ثانك يو ساني سيسو زازينا باي. اها بامبو شوبينج بلوك، احسن خشب للشوبينج بوردز. Very traditional as well. I think this should do. ميكو كيف عليه. تعال وينك كمان؟ انا لقيت لك شوبينج بورد. كيف ها؟ Traditional or not? Bamboo. Very authentic. خشب بامبو. شكله عجب بامبو. انت عارف انا عشان كان نفسي في واحده مدوره عشان المربعة. الله يعيش، اطبخ واتسلى اليوم. بص نمسك كام وابدا. يلا بينا، انتوا هتاكلوا اكل. ربنا يستر على المستشفى عادي. وصيني وميد ان جابان. ها؟ اميزنج. حلو قوي. هنا تشوف العجب في لندن. طب نجيب لي
تاكله كده؟ تمام؟ مش عارف، انا لازم اجرب حاجه فيك كده، اي صوبه عشان اعرف تمام ولا مش تمام. مجنون. تمام. لا تمام كفايه كده، تمام كويسه. طب يلا يلا نجيب السيفود بسرعه. يلا سيفود ام فاينالي ذا لاست ثينج، اخر حاجه. هلو ده هناخد نص كيلو جمبري، هو لسه قال لنا هيبقى حوالي 30 او 25 حته. فيليبينز. ايوه بتحكي عربي؟ ايوه شويه 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 شويه. ماي جاد، لوك ات يو، هاو ديد يو ليرن؟ سعودي. ورك سعودي. في العلاج مركز كذا. انت دكتور. شكرا شكرا. ثانك يو. شيشيني بروكلي يا ريمفو. هلا ني هاو ني هاو ما هاو. If I make this sound, that means we don't have to pay. I can make the sound for you. £20. All done. Everything now. We need to find where's the car to go home. دلوقتي جينا بيت شندي لسه واصلين، طلعنا كل حاجتنا بره وطلعنا الخضروات بره وعندنا الجمبري والبلح البحر والخضروات وكل حاجه موجوده هنا، مش ناقصنا اي حاجه غير ان انا ابدا اطبخ. المهم سوري I can't really cook in these clothes. Okay. What am I gonna do? You wait. انا طبعا مش هقدر اطبخ بالهدوم دي، فلازم اروح اجيب هدومي الخاصه. اول حاجه هنبدا نعملها طبعا بصل الاخضر، هنقطع رؤوس مش محتاجينها في حاجه، نحطه في الحلة. انا بطبخ لحوالي 4 دلوقتي، عندنا مهمة صعبة مش مهمة خاصة. هنجيب المشروم وهنقطعهم شرايح، مش محتاج يعني ان انت تبقى يعني استاذ في التقطيع، خد راحتك خد وقتك عادي جدا. How do you feel so far about his cooking? It's very authentic. It's very authentic, you think? Yeah. It looks very Chinese. Well, it looks, but how about the content? He looks more Chinese than all of us in this house. Yeah, but the way he chops, that's what we do. Chop, like, in small pieces. نزلين بقى. انا عن نفسي ما بحب اقطعه، بقطعه من الجناب كده هو، بحس ان انا ما بحبش اقشر واعمل كده هو، فهقطع من هنا كده هو. لو قطعت كده هو من هنا وقطع هنا من الجنب برضو ونقطع من هنا، تقشرها او حتى تقطعها من هنا لو انت ما عندكش وقت، ما عندكمش وقت، لان انا ساعات ببقى راجع من الشغل فعايز اكل بسرعه وعايز اطبخ حاجه سريعه ما تاخدش وقت.
ف ستير فراي از ذا واي تو جو. الموضوع سهل, هو الستير فراي اكله جميله قوي, حتى تشوفها تعرف يعني في, عشان كده انا قدمت الاكله دي ان هي انا بحبها ان هي سهله تتعمل ولسه صحيه, شويه خضروات وشويه جمبري. You guys eating without me? Honestly. Yeah, you took like 12 hours for one day. What do you mean 12 hours? It's only like... Come on, chop, chop. What chop, chop? Shouldn't do that. Come on, no habibi anymore? Chop, chop. لازمة للناس ان انا شيف, اول حاجة بعملها شوية زيت, سيب الزيت يسخن شوية, حضر خضرواتك, حضر بصلك وتومك عشان ترميه. اول ما تسمع زيت يا ابني تعرف ان الزيت بدأ يسخن كده. الزيت بدأ يسخن, انا قلبي حاسس ان انا معلي عليه. I mean, hungry, it's only gonna take me a few minutes, trust me, it's not longer than that. Egyptian few minutes. Egyptian minutes, what do you mean? Habibi, come on, Egyptian minutes are amazing. Egyptian minutes, like, you know, see you next year. Did you even wash your hands? Come on, are you insulting me? Of course. Damn, must go. ده انا حاسس ان انا بقيت يعني دلوقتي الشيف شين شين خون شان شان شان. دلوقتي معانا حاجه كده زي الكرنبيت, هنقطعها شرايح ما فيهاش اي حاجه طبعا بعد غسلها. في ناس ما بتحبش تحط الحاجات دي, في ناس بتحب, ديبند, شوفوا انتوا عايزين ايه واعملوا. هنقطع توم طبعا, توم شرايحه صغيره. انا بصراحه شفت ناس بيضرب الباقي كده, هو بيعمل كده عشان يطلع العصير بتاع التوم كله. اهم حاجه في الستير فراي ان انت ممكن تحط خضرواتك اللي هي عندك اللي هي في الثلاجه, مش شرط تروح تجيب وتشتري حاجات مخصوص, تكمل. لو عندك كرنبيت, لو عندك فاصوليا, لو عندك باميه, لو عندك حط كله في الطاسه مع الزيت وشويه جنزبيل, حاجات صغيره قوي بتتحط. وبعد كده عايز تحط الفراخ, لحمه, سمك, كله اتحط. نبدا نقلب. حلاوه طريقه الشاو مين ستير فراي, احلى حاجه فيها ان هي صحيه جدا. تحس ان انت يو ستيم فيجيتابلز, انت بتبخر الخضروات. بس انا بعمل لكم حته زي بتوع الشيف. اوبا, ده من سبراوتس بين, من عيله المفروض هو من عيله البقوليات زي الفيج. انا بحطه دايما بعد بقيه الخضروات لانه ما بياخدش سوى كتير, هو رفيع ومش محتاج تقطيع ومش محتاج حاجه. جايب حاجه كده اسمها فات شوي, دي عندنا زي الكابج, زي الكرنب. ممكن تقطعها كده اهوت. انا عاده كنت بحطها مع النودلز, بس تقطعها كده مش محتاجه نايف سكيلز. حط كده, حط لك اتنين عشان تغير التيست, بس حطهم كده اهوت, تعمل منظر كويس. I promise you it's not gonna be long. Give me just like 2 or 3 hours and everything will be ready. Just 3 hours. Not more. Trust me, it will be ready by the time you wake up in the morning. When you wake up in the morning, you'll find it nice. Especially if you sleep. Yeah, you can sleep. You can go all the time anyway. I'll tell you what. Let's do it like this. Let's cook this for tomorrow after work when you come back and find your food ready. Salam. حط بلح البحر يستوي. ماشي مع بقية الخضروات. اللي يفتح كله. اللي ما يفتحش ما تاكلوش, لان معنى ان هي قفلت خلاص. ماشي, هحط بقيه الجمبري تاني معاهم. في ناس بتحب تقشر, عايز تقشر الجمبري بتاعك قشره. انا بحب التكستشر بتاعه وكل الشل ودماغه, بحبه بكل حاجته. احلى حاجه في الصينيين ان هم موضوعهم مختلف خالص, غير ما بيستخدموش ملح كتير. الصوص بتاع الصويا بتستخدموه دايما بديل للملح. ولو عندك فيش صوص اللي هو الصوص بتاع السمك,
وزي ما الجيش قال لك اتصرف، شلت الغطاء، اويستر صوص تقيل شويه اتقل من الصويا صوص. المهم ادينا ملحنا كده هو. تعرفوا انه الجمبري ما بياخدش دقيقتين عشان يتطبخ؟ دقيقتين بالظبط. بصي كده هو دقيقتين في الساعه اللي انا مش معايا، وتعرفوا ان مش هياخد وقت كتير. جمبري تقطع من هنا وكده بقت تشاومين. شوف حكمه ربنا يعني. هو ممكن اي حد يقف على طاسه، بس لما يبقى عليك ضغط ان انت في ناس هتدوق الاكل ده وناس من كونوا من جنسيه تانيه، بيبقى الموضوع عليك ضغط كده، وعايز يعني عايز يو ونا امبرس ذيم، عايز تبهرهم، وفي نفس الوقت انت برضو بتستخدم مهاراتك قليله يعني. لما تكون انت اساسا مش طباخ. حاطط النودلز كده فوق علشان الريحه كلها تطلع من تحت تخش جوه المكرونه. اما تيجي تطبخ لازم تطبخ بمزاج، يو هاف تو انجوي، لازم تستمتع. في ناس ثانيه مستنيه تاكل، لو انا ما عملتش اكل كويس خد لي قلبين باي كروشوني. هبدا اقلب دلوقتي عشان يعني الحله دي بيسموها ووك. الصينيين مجانين عاملين للحله اسم. بص دي جميله ازاي، حلوه وجاهزه انها تتاكل، طعمها جميل، والجمبري برضه جاهزه، واكيد النودلز جاهزه، والخضره طبعا خدت وقتها. جايز اي هام فينيشد ناو. اف يو وان تو سيت داون اي ويل اند ذن وي ستوب سيرفين ايفري وان اند از ويل اي جوت يو سمثين. لوك ات ذس. Wow, this is professional. Come on, I'm Chinese anyway. Yeah, from your costume. This is half Chinese, this is half Egyptian. Okay. احنا جهزنا الاكل وجمع عدد التقديم. نحط كل واحد، انا عاده احب احط كل حاجه، مكرونه وخضره، ميك شور ان كل واحد ياخد حاجته. كل واحد ياخد حبه من كل حاجه. للاسف انا هعمل نفسي ابقى صغير، لان انا اساسا مش عايز اكل، لان انا عارف اللي هيحصل بالظبط. انا عايز اقول لهم موضوع الاكل سهل جدا، وموضوع المطبخ سهل جدا، واللي يخلي واحد زي يخش المطبخ النهارده ويطبخ للصينيين ويخليهم منبهرين، اي حد ممكن يعمل كده. انا جاي عشان اقول للناس الموضوع سهل جدا. بس انا هنا عندكم للامهات، للابهات، للناس كلها اللي عايزه تخش المطبخ. هجرب، انا هبقى فرض التجارب بتاعكم، وهجرب للناس الشباب اللي هم زيي، يتفرجوا عليا، يمكن تتعلموا حاجه، حتى لو حاجات انتوا عارفينها يمكن ممكن اقول لكم حاجه تفيدكم. شندي، what do you think? It tastes actually not bad. I think just the muscle. What's the problem of the muscles? It's a bit cold. ما اعرفش ايه السبب، بس انا هحاول ادور عليه كويس. بلح البحر هو الحاجه الوحيده اللي طلعت من ضمن الكلام ده كله. ساقعه، الاكل كله سخن ما عدا بلح البحر، ودي حاجه انا لازم اشوف ايه سببها. انا جاي عشان اقول للناس الموضوع سهل جدا، بس براحتكم خش وابتكر في المطبخ، ابدع. What do you think of the food? I think the soy sauce was shoya much. Shoya much. I have one. And muscle shoya cold. Okay, muscle shoya cold. The rest amazing. The rest amazing. So I'm Chinese and you are Chinese, so and she's not. I forgot to ask you really, what do you really think of it? I think it's a little bit salty. Do you need malach shoya? It tastes good. So if you're gonna rate this out of 10, how much? 7. For the first time, I think it's actually not bad, so I'll give you a 7.
Okay, someone needs to be more strict. Sorry, six. Sir. Not bad, I'm happy with six. I'm really happy with six. I'm really shocked and I'm really happy with six. أنا فرحان جدا إنهم عطوني 6 من 10 لأن أنا مش صيني ومش طباخ ومش من هنا. هم كلهم سنين وأطبخ لسنين أكل صيني وأول مرة أعمله. وأخد بعد كل ده 6 و7 من 10 أنا بصراحة يعني زي ما بيقولوا كده فوق السما مش محتاج أي حاجة من دي. لأن المرة الجاية أنا متأكد إنها 8 أو 9. لو كانوا قالوا لي 10 ما كنتش هتقدم. فسيبوني بقى أكمل بقى أكل بقى الله. Surprise, please. After you call me a knife. Oh. This is what I made for you. Shundi. Yeah. Oh. So, yeah. No. Come on. That's so, nice. Put it in there. Yeah. Look, that's your name, Miko. In Chinese, yeah? Obviously, not in Arabic, huh? And what's that? Oh my goodness, that's nice. You can put it in the front as well if you. Oh, red as well, my favorite color. And also like a little Chinese ancient coins shape. So it's like kind of. Should give me action. That's my favorite. That's my favorite. I hope you like it. Thank you so much. Of course I like it. Of course I like it. So it's only two letters, huh? حرفين بس. ما شاء الله اسمي سين حرفين بس. عشان ما ندخلش بعدين وكده هو حرفين كل واحد ياخد له حرفين ويمشي. طبعا عشان انا خلصت اكل لازم اعمل هاي فايف عشان ما نلحقش. هاي فايف. هاي فايف. هاي فايف. اميزين. حط هاي فايف والحاج توت عنخ آمون ونختم الحلقه. نشوفكم بعدين. شكرا لمشاهدة الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لبرنامج أكلات ميكو. كانت هذه المرة الأولى التي طبخ بها ميكو في البرنامج. أردنا أن ترى وتطور مهارات ميكو من خلال تطور البرنامج في 32 حلقة. الموسم الثاني سيكون هناك تركيز على ميكو وهو يعمل بجهد أكبر. تابعونا على الفيسبوك لمعرفة آخر الأخبار. Still recording, bro. Still recording, cuz you know how we do it. You know we got it. Oh yeah.